ما أجمل أرض الجنة، ما أحلى خيامها، ما أحلى قصورها، ما أجمل أشجارها. يا الله، ما أجمل هذا المنظر، نزع كل ما في صدورهم من غل، ولا واحد في الجنة يشيل عن الثاني. ما أجمل قلوبهم، حتى الشمس ما في شمس. النوم اللي إحنا نتمنى ننام بالدنيا، الجنة حتى النوم ما فيها. طيب ليش؟ لأنه ما يتعبون أصلاً، لأنه ما ينصبون أصلاً، ليش ينامون؟ عشان ما ينقطع عنهم شيء من النعيم. كل وقتهم نعيم في نعيم، أكل وشرب وزوجات وقصور وأرائك وحرير ولعب وضحك وأحاديث وجمال منظر ورائحة جميلة ومجامر من الألوة ورائحة عبقة. كل هذا لمن؟ لأهل الإيمان. إنها الجنة، إنها الجنة التي طارت لها القلوب واشتاقت إليها النفوس. السؤال، كم سنة يجلسون في الجنة؟ هل يكبرون بالعمر؟ لا، أعمارهم ما تزيد أبدا. طيب شو يصير في أجسادهم؟ كل ما مضى الزمان ازدادوا حسنا وجمالا، الجمال يزيد كل ما عاشوا أكثر. طيب هم أصلا دخلوا بأجمل شيء كصورة القمر والكواكب، إيه، وكل ما عاشوا أكثر يزداد الجمال والنعيم، أيضا يزداد النعيم، كل ما زادت الأيام ازداد النعيم. طيب السؤال، لمتى؟ 1000 سنة؟ لا. 100,000 سنة؟ لا. طيب يعيشون 1,000,000 سنة؟ كافي على الصلوات اللي صلوها في الدنيا والعبادة اللي تعبدوها، 1,000,000 سنة كافي؟ لا، مو كافي. خلود فلا موت. تقدر تتخيل شنو معنى خلود فلا موت؟ هذه الجنة بعض نعيمها ما ذكر. حتى موسى سأل، يا رب إذا هذا أدنى أهل الجنة منزلة، شلون اللي أعلاهم منزلة؟ قال الله عز وجل، أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أنهار الجنة، أشجار الجنة، كل شجرة في الجنة غراسها شلون تغرس لك نخلة في الجنة، شلون تغرس لك شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة ساقها ذهب، عاد ذهب الجنة ما راح تقدر تتخيل. يقول إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، قال أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها أشجارها. سبحان الله العظيم وبحمده، في رواية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تريد الجنة أكثر من الذكر؟ تدري أعظم ما في الجنة شنو؟ شلون نشتاق إليه؟ أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، أعظم من الأنهار، من الثمار، من الحور، من القصور، أعظم من هذا كله المزيد. شنو المزيد؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. تدري شلون تحصل عليه؟ صلاتين، حافظ عليهم بإذن الله سترى وجه الله، صلاة الفجر وصلاة العصر. مو معناتها تترك الصلاة البقية، لا، لكن من حافظ على تلك الصلاتين بإذن الله سيحافظ على غيرها. فإن أراد الإنسان أن يرى وجه الله، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، ما تسوى هذه الجنة. الواحد يقوم ساعات بالليل، يصوم نهار طويل، ما تسوى هذه الجنة. الواحد كل يوم يقرأ القرآن ويكثر من الذكر، ما تسوى الجنة. شيئا من الصدقات، والله تسوى الواحد يموت أصلا في سبيلها. إنها الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها.